بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ هناخد ثالث جزء في البوينت جروب، والمثال اللي هناخده النهاردة هو الايثين. والايثين رمزه طبعا C2H6، وهناخد الستاجرد فورم. وطبعا لما يكون مكتوب اي مركب قدامكم ومكتوب فورم معين له، فلازم تنتبهوا للفورم المكتوب في السؤال. فاحنا هناخد الستاجرد فورم او الستاجرد كونفيجريشن، والشكل ده بيكون كالآتي. ادي الستاجرد فورم بتاع الايثين. فهنلاحظ مثلا ان هنا على الكربون دي في اتش لفوق والتو اتشز للاسفل، لكن كربون دي ما فيش اتش لفوق، الاتش لتحت والتو هيدروجينز لاعلى، فده بنسميه ستاجرد فورم. لكن الفورم الثاني هو الاكليبسد فورم، والاكليبسد فورم بيكون الاتشات على كل كربون مطابقة في نفس الاتجاهات على الكربون الاخرى، تمام؟ فهنا في اتش الاعلى، هنا ايضا الاعلى، في 2 اتشز لاسفل، هنا برضو الاسفل، تمام؟ فاحنا هنتكلم على فورم معين اللي هو الاستاجرد فورم، تمام؟ الشكل ده لما بنشوفه قدامكم اهوت، تمام، وهو بيتحرك، نقدر نرسمه بحيث ان التو كربونز يكونوا فيرتيكال، تمام؟ فهنلاقي ان في 3 اتشز فوق، نقدر نرسمهم اختصارا على الورق كمثلث. الرأس المثلث هنا داخله للداخل، تمام، وال 3 اتشز اللي تحت نقدر نرسمهم كمثلث للاختصار، ويكون رأس المثلث خارجه في اتجاهنا، تمام. فنقدر نرسمه على الورق كالآتي. ادي رؤوس المثلث دي بتعبر عن الاتشز، ودي كمان بتعبر عن الاتشز، تمام، وهنا الرابطة بين التو كاربونز. ليه احنا رسمناه كده؟ عشان نقدر نشوف السيمتري elements بسهولة عليه. فلو خدنا بالنا هنلاحظ ان في الاتجاه ده موجود عندنا C3، لان طبعا لو عملنا دوران ب 120 درجة، الهيدروجين اللي هنا هتيجي مكان دي، ودي هتلف وتيجي مكان دي في نفس التوقيت، هتكون لتحت بتلف مكان دي ودي بتيجي مكان دي، يبقى اذا المركب عنده فعلا C3 في الاتجاه ده. ايضا نقدر نشوف بسهولة هنا ان عندنا C2 في الاتجاه ده، تمام. لو عملنا دوران 180 درجة ايه اللي هيحصل؟ المثلث اللي فوق ده هينقلب ويجي للاسفل، فهتبقى الرأس اللي داخل دي لما تيجي في الاسفل هتبقى هي الرأس الى الخارج، تمام. فعندنا C2 في الاتجاه ده. طبعا في قاعدة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان لما يكون عندك البروبر اكسس اوف روتيشن موجود C2 بيربنديكولار عليه، فاعرف انك عندك ان من السي 2 دهيت. يعني احنا عندنا هنا السي ان بتاعنا كام؟ C3. يبقى طالما لقينا سي 2 عمودية على السي 3، يبقى عندنا 3 من السي 2 دي العمودية. حتى لو احنا معرفناش نطلعها بعينينا على الرسم، بس احنا متأكدين انها موجودة، هنلاقيهم 3 متعامدين على بعض، تمام؟ يبقى طالما بنلاقي سي 2 عمودية على proper axis of rotation بتاعنا على السي ان بتاعنا، يبقى عندنا ان من السي 2 البربنديكولار، تمام. يبقى دي سيمتري اليمنتس بتقدر تطلعها كرولز من غير ما تشوفها على الرسم، مجرد ما لقيت واحد خلاص انت عارف ان عندك الباقي. وطبعا عندنا 3 من السيجما دي، نقدر نحط بلين في المكان ده يمر بالاتش دي، تمام، والاتش اللي تحت، تمام، مع التو كاربونز، ويبقى على التو سايدز بتاعت البلين في سيمتري. فنفس الكلام اللي عملناه عند رأس المثلث اللي فوق ورأس المثلث اللي تحت، نقدر نحط بلين بالاتجاه ده يمر بالرأس دي، تمام، والمقابلة ليها من أسفل هنا، تمام، والرأس الثالثة كذلك. فيطلع عندنا 3 من السيجما دي. يبقى لحد دلوقتي السيمتري elements اللي قدرنا نطلعها في المركب هي الـ E والـ C3 و 3 من الـ C2 الـ perpendicular و 3 من السيجما دي، تمام. هل عندنا S؟ طبعا عندنا S. في نفس المكان اللي فيه C3 عندنا S6. ليه S6؟ لأن لو عملنا دوران C6، احنا عارفين S6 معناها نعمل خطوتين، الاولى روتيشن بالسي ان نفسها يعني C6، وبعدين ريفليكشن
الخطوة اللي بعدها ريفليكشن بسيجما تكون عمودية على السي 6 اللي احنا اخترناه. فاحنا هناخد السي 6 بتاعتنا في نفس البوزيشن اللي فيه السي 3، فنعمل دوران بستين درجة، فالهيدروجين اتوم اللي هنا هتيجي في نص المسافة هنا وتقف، تمام؟ في نفس الوقت هتحرك دي هنا في نص المسافة وتقف، في نفس الوقت هتحرك دي هنا في نص المسافة وتقف، أصبح عندنا شكل مثلث كده، تمام؟ فلما نعمل ريفليكشن على بلين عمودي على السي 6 اللي احنا اخترناها، فالمثلث اللي فوق الجديد ده هينزل يحصل له ريفليكشن تحت، بقى هو اللي تحت، تمام؟ واللي تحت في نفس الأثناء هيكون بيدور 60 درجة وأصبح شكله الجديد كده، وحصل له هو كمان ريفليكشن على نفس البلين وطلع لفوق. طبعا قلنا أول ما نلاقي السي ان وان من السي 2 العمودية عليها يبقى على طول احنا في الدي جروب، وطبعا هنا عندنا السي ان ب3 يبقى دي 3 دي عشان سيجما دي، طبعا دي 3 دي جروب، تمام؟ الدي 3 دي جروب الاوردر بتاعها 4n، يعني المفروض يكون عندنا 4 تايمز 3، يعني عندنا 12 symmetry elements. احنا لحد دلوقتي طلعنا 1 2 و3 يبقوا 5 و3 يبقوا 8 مع الاس 6 اللي احنا قلنا عليها يبقوا 9. اذا فاضل 3 symmetry elements مطلوب منكم ايجادهم، واكتبوا الاجابة في الكومنتس.